حد كده طلب مني فيديو فرش الصيدلية، وقال ان انا كنت كده يعني حيل حاجات مش واضحة. الصيدلية بتتفرش على 3 مراحل. نقول تاني، المرحلة الأولى أساسيات الدواء. يعني ايه أساسيات الدواء؟ يعني الدواء ده مجموعات، من كل مجموعة هجيب أشهر حاجة فيها، أشهر صنفين 3. وزارة الصحة مرخصة من المادة الفعالة الواحدة 30 اسم تجاري، وده بيجبرك توفر كل حاجة عشان الناس اللي جايبة الفارغة أو الناس اللي مش عايزة بديل. بس انت في البداية مش هتوفر كل المجموعة، هتوفر أشهرها. من كل مجموعة هتجيب صنفين 3. نضرب مثال، مجموعة السيبروفلوكساسين مثلا، هتجيب السيبروفار مثلا وليكن، والسيبروبات هتجيب الغالي والرخيص مثلا، دول أشهر صنفين يعني، أو السيبروفلوكساسين معهم. ممكن مجموعة الليفوفلوكساسين هتجيب مثلا التافانيك اللي هو الغالي، وهتجيب مثلا الليفوكسين أو الليفانيك، أي حاجة سعرها متوسط، وهكذا. هنمشي بالمبدأ ده. بالنسبة لأدوية الأوتو سي، أشربة الكحة والبرد والحاجات دي هتجيب اللي خصمها عالي، في من حاجات خصمها عالي في المخازن. وطبعا هنفرش من المخازن. أنا دخلت صيدلية مفروشة للأسف بقالها سنة ونص بطريقة سيئة جدا. يعني كان فيها استوكات من كميات، استوكات بطريقة رهيبة، استوكات ما يجيبهاش. صيدلية بتبيع ب20,000 في اليوم، وفي نفس الوقت في حاجات مش موجودة خالص. تخيل تيجي لك روشتة مثلا فيها أومانتين وسيبروكساسون نقط، أو سيبروكورت نقط، وما تلاقيش حاجة فيها سيبروفلوكساسين وكورتيزون خالص، يعني انت مش هتلاقيه، ده كانت مفروشة غلط. فناخد بالنا من النقطة دي كويس. وطبعا الألبان مش هتيجي خالص، وبعض الأصناف بتاعة التلاجة وبعض أصناف المستورد دي هتبقى المرحلة بقى التانية. وطبعا هنجيب من كل حاجة علبة 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 عشان يبقى معانا سيولة نمشي بيها المرحلة التانية، لأن احنا في البداية بنحاسب نقدي. ما فيش أي حد يصبر عليك أسبوع حتى واحد، لأن انت لسه جديد ومش معروف في السوق ومش موثوق به من الآخر يعني. فهتجيب كل حاجة علبة ليه؟ عشان خاطر تشوف الناس اللي هتيجي تسأل وتجيب لك روشتات. انت ما وفرتش لسه الحاجات التانية، هتبتدي تكتب ناقصهم وتطلب في اليوم مرتين. بقى اي حد يسأل على حاجة معينة، علاج شهري، تبتدي بقى تشوف الناس بتاخد الأدوية الشهري ايه والحاجات دي، وتبتدي توفرها. ده في المرحلة التانية. وطبعا بقى المرحلة التالتة هنبتدي نكمل بعد ما نبني رأس مال. المرحلة التالتة دي هتكون مرة على الصيدلية سنة كاملة، يعني هتكون مرة على الصيدلية سنة كاملة. بدأنا نحقق نسبة ربح، فهنبتدي نوفر الأدوية اللي احنا ما وفرناهاش طول السنة الكاملة اللي فاتت دي. وبعد سنة ما تعدي هنبتدي نكون الصيدلية في المتحدة ابن سينا المصرية، والشركات دي فارما اوفرسيز، ايميك، لان الرامكو طبعا، سوفيكو فارم، كيمي فارم، لان الشركات دي هتحتاج منها اصناف مش هينفع تجيبها من المخازن، غير ان هم هيبتدوا ياخدوا من عندك الاكسباير، وهتتعامل بقى مع كل الشركات عشان تقدر تاخد نواقص من هنا ومن هنا وتظبط الصيدلية وهكذا. وطبعا الدعاية مهمة جدا، والناس اللي هتشغلها معاك مهمة جدا. لازم يكون فريق فاهم، يكون حد فاهم كويس جدا، لأن الانطباع الأول للصيدلية ده مهم جدا. إن العميل يجي الأدوية بتاعه يتوفر أقصى حاجة في نفس اليوم أو تاني يوم، يجي لحد فاهم ما يمسكش الروشتة ويقعد يلف حول نفسه، فالعميل من هنا هيفقد الثقة وهيمشي تماما، مش هيلف تاني. لو جه مرة في مرة وملقاش الدواء وحس إن أنت بتخدعه مش هيجي تاني. لو جه مرة طلب علاج أوتوسي وحس إن أنت عايز تعلي الشيفت وجايب حاجات مضروبة وحاجات غالية مش هيجي تاني. لو جه مرة يبيع لك دواء جايبه من مكان تاني وخدته بخصم 50 ولا 60 وافتكرت نفسك شاطر مش هيجي تاني. لو بعت له حاجة تاريخها منتهي أو باع عليه شهر أو شهرين، وحاجة غالية مستوردة، علبة لبن غالية باع عليها شهر، أو علبة بلافيكس غالية باع عليها شهر، مش هيجي تاني. هيكتم في نفسه مش هيجي تاني. فخد بالك من النقط دي كويس جدا، النقط دي بتقلل المبيعات ما بتزودهاش. وفقكم الله جميعا.